تغيير اتجاه اللعب، الكره وصلت الى برنارد، استلم هذه الكره في المساحه، التقدم موجود للملك، هذه كره الحسن صالح، عرضيه، كره كايو، 1-0، كايو لوكاس يسجل الملك هدف اول في مكان لكايو، يطلبها كايو، يسجلها كايو، يدونها، يترجمها الى هدف اول الملك، طبعا يستحق اساس هذا الكيان الكبير، وطبعا يريد ان يحقق محمد هلال، محمد هلال يطلق قذيفة قوية، يسجل هدف التعادل للبركان الذي ينفجر في الدقيقة 77. ملك البركان يسجل هدف في منتهى الروعة، الله يا محمد هلال يسجل هدف في منتهى الروعة، علي الحسني أو عادل يقف متفرج على هذه الكرة، على هذه التسديدة، تضرب في القائم الأيمن وتكمل طريقها للمرمى، البركان يعود، الكرة في طريقها للمرمى. كايو هداف الشارقة هذا الموسم، كايو في مواجهة علي الحسني، كايو 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 كايو، الله، ثاني أهداف الملك عن طريق الملك، كايو لوكاس يسجل هدف ثاني من علامة الجزاء، يصل إلى هدف الثامن هذا الموسم، لكن الأهم هو الثلاث نقاط بالنسبة لكوزمين بالنسبة للشارقة.